شوف تي في أولا بوهيما. لابد من الإشارة إلى أن المشرع سواء كان أصليا أتحدث هنا عن البرلمان أو فرعيا أتحدث هنا عن الحكومة حتى التشريع يعني عن طريق المبادرات الذي لحد شوف تي الآن في لم بوهيما. يفعل، فأعتقد بأنه ما يهمنا هو التشريع على المستويين الحكومي والبرلماني. حاليا المشرع مهما يعني تباينت رهانته ومهما تباينت ظروف عمله فبين بين المشرع الحكومي والمشرع البرلماني، فأعتقد بأنه الآن المشرع يقترب من الوصول إلى نقطة نهاية المرحلة التأسيسية. هذه المرحلة التأسيسية التي أعقبت دستور 2011 كانت تحتاج إلى تشريعات تواكب مضامين دستور 2011 وأيضا إلى تنصيب شوف تي المؤسسات في بوهيما. بما ينص عليه دستور 2011 وأيضا تحيين بعض المضامين التي أصبحت جزء من الماضي الدستوري. أعتقد الآن لدينا مجلسين، حاليا لدينا مجلسين داخل قبة البرلمان بريانات مختلفة، فالغرفة الأولى مجلس النواب أنهت ولايتها يعني تشرف على نهاية ولايتها يعني في يعني قبل يعني أكتوبر القادم، شوف والغرفة تي في الثانية بوهيما. مجلس المستشارين استهلتها، لكن بالرغم من هذا فيبدو بأن التكامل يبقى حاصلا لأن التكامل منظم عبر مجموعة من المساطر. الرهان الآن هو هل هذه القوانين التنظيمية لها جودة؟ يعني حتى القوانين التي صدرت وأصبحت في حيز النفاذ هل لها جودة على مستوى المضامين؟ هل ثمة ثقوب كبيرة تستدعي التعديل في كل حين؟ لأنه لن ننسى بأن مجموعة من القوانين التنظيمية تم تعديل وتتميم بعض موادها، وهذا أعتقد بأنه فيه إشارة على أنه ثم شوف في تي بعض في الأحيان بوهيما. تسقط من ذهن المشرع بعض الاعتبارات وبعض النقاط الدقيقة، وبالتالي فلغة المشرع أحيانا لا تكون بالاستيعاب الكبير للإشكالات التي يمكن أن تطرح في المستقبل. أعتقد بأنه في تقديري على أن هذه المرحلة بالنسبة لي هي عنق الزجاجة التشريعي، شوف تي في بوهيما. عنق الزجاجة التشريعي بالنسبة لي هو هذه الدورة التشريعية الربيعية، هذه الدورة الربيعية، ضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور الذي أعتبره أقصر فصل دستوري من حيث العمر الدستوري، بحيث أن هذا الفصل 86 سيموت بعد هذه الولاية التشريعية. شوف تي في بوهيما. ونظرا لأنه هذا الفصل يحدد هذه الولاية التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان، وبالتالي فأعتقد بأن هذا الفصل لن يكون له أي دور في دستور 2011 بعد هذه الولاية. فعلا ثمة الكثير من القوانين ذات الحساسية وذات الأهمية الكبرى التي لم يصدق عليها. تحدث هنا عن القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية. هذه كلها قوانين لم تصدر لحد الآن، حتى النقاش لحد الآن يبدو أنه لم يفتح بشكل رسمي. نحن نعرف بأن هذه قوانين تنظيمية تحتاج إلى التحلي بروح التوافق، تحتاج إلى إجراء شوف تي في إشارات بوهيما. واسعة، إلى إجراء حوارات وطنية لأن هناك تقاطعات كثيرة جدا، وبالتالي هل الحكومة قادرة على الوفاء ب يعني الالتزام الذي يقطعه الفصل 86 من الدستور؟ شوف تي في هذا بوهيما. السؤال يطرح نفسه، لأن هذه المواضيع لها أهميتها، لها حساسيتها، لها مستقبل كبير، هل يمكن التعامل معها بواقعية؟
هل يمكن يعني التعامل معها بشكل شوف متسرع تيفي وبذلك بوما. المخاطرة السياسية؟ هل يمكن وضع قانون قوانين تنظيمية بجودة عادية وبعدها ستستمر التعديلات والتثمينات؟ إذا كل هذه عناصر يعني في بعض الأحيان تدخل المتتبعين وتدخل المهتمين في لحظة انعدام اليقين تجاه المشرع، لأن الفترة لن تكون يعني مريحة، خصوصا وأن هناك يعني إرهاصات التنافس السياسي، التدافع الانتخابي، ثم أيضا القضايا الوطنية الجامعة التي تبرز بعض الأحيان تطورات على مستواها، وبالتالي تستدعي شوف تي في يعني بويما. توحيد الجهود في اتجاه دعم الجبهة الوطنية. البرلمان ليس له فقط أدوار التشريع، هناك أدوار الدبلوماسية البرلمانية. هل يمكن أن نرى دبلوماسية برلمانية قوية في آخر ولاية برلمانية مجلس النواب، أم أن يعني الثقل سيكون على مجلس المستشارين؟ ثم أيضا البرلمان له دور تقييم السياسات العمومية، له دور المساءلة، له دور يعني شوف تي في بويما. السعر على العمل التأسيسي. إذا كل هذه العناصر تجعل من الأجندة الحالية هي أجندة يعني مليئة بالأحداث، وننتظر بأن تكون لدى البرلمان سرعة ثانية من أجل الاستجابة لهذه التحديات. تمت المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، وهو المجلس الذي هو يعني القانون التنظيمي الوحيد الذي لا يتمنى المغاربة أن يطبق، شوف لأنه تي في بويما. المغرب يعيش في الاستقرار، وهو القانون التنظيمي الوحيد الذي لا يتمنى المغاربة، وحتى البرلمانيون لا يتمنون تطبيقه، ويتمنون تطبيق كل القوانين التنظيمية الأخرى. هناك أيضا بعض القوانين التنظيمية المتعلقة مثلا بمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، العرائض والقوانين التنظيمية المتعلقة سواء بالعرائض أو الملتمسات. هذه قوانين الآن على شوف مستوى تي في البرلمان بويما. ينتظر أن يعني أن تصل إلى يعني إلى المراحل النهائية، وينتظر أن تخرج من أجل الاستفادة منها على الأقل في هذه الولاية.